اكتسح نجيب أبو كيلة رئيس بلدية سابق من أصل فلسطيني انتخابات الرئاسة في السلفادور بعد حملة انتخابية رفعت شعار مكافحة الفساد لينهي بذلك نظام الحزبين اللذين تبادلا الحكم لثلاثة عقود في الدولة المنكوبة بالعنف في أمريكا الوسطى. وقال رئيس اللجنة الانتخابية خوليو أوليفو أن أبو كيلة حصل على مجموع أصوات أعلى مما حصل عليه المرشحون الآخرون مجتمعين. اليوم فزنا في الجولة الأولى وسطرنا تاريخ. في هذه اللحظة بوسعنا أن نعلن بيقين تام أننا فزنا برئاسة جمهورية السلفادور.